السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام متابعي قناة فندر بي الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. وحلقتنا اليوم مكون طبيعي واحد قادر على تجهيز الطيور خلال أسبوع. الذكر سوف يجهز معي خلال أسبوع، والأنثى خلال أسبوع سوف تقوم على بناء العش. ما هذا المكون العظيم؟ كيف أتحصل عليه؟ ومن أين أتحصل عليه؟ فضلا وليس أمرا خليك معي لنهاية الفيديو. الحلقة حساسة كتير، والحلقة فيها معلومات صادمة وفيها شغلات صادمة، فخليك معي لنهاية الفيديو. اللايك والشير والاشتراك، واسمع شو بدي حكيك. بالنسبة للمكون اللي حكينا عنه انه تجهيز الطيور خلال اسبوع واحد، كلنا بنعرف انه هو الايسيريوم او الهيسيريوم او فيتامين اي دي 3. هذه المكونات مكملات غذائية نستطيع تقديمها للطيور من أجل عملية التجهيز. ولكن هل يوجد عملية تسريع بشكل صحيح أو تسريع الجهوزية بشكل سريع؟ هكذا أقوم بالقضاء على مستقبل طائر الإنتاج. ليش؟ أنا في عندي مراحل لازم أحترمها. أنا لازم يكون في عندي طير في مرحلة الغيار ما أقدم هذه المكونات، عندي طير مرحلة الراحة ما أقدم هذه المكونات، ولا راح أعطيك المعايير لحتى توصل لعندي. راح أعمل لك حلقة كاملة عن طريق التقديم الصحيحة بإذن الله تعالى. ولكن لب موضوع حلقتنا اليوم، منشورات عم شوفها على الفيسبوك حقيقة يقشعر لها الأبدان، كنت مصعبة ما تطلع. السمك للطيور، حذاري. في شباب دخلت بموضوع الطبيعي أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه الأمور أخوة الكرام تحت جناح الطبيعي، ونحن متخرجين من مدرسة الطبيعي. نحن بنحب الطبيعة ومقدم الطيور للطبيعي، ومدرسنا طبيعي للطيور، حكينا كثير. ولكن في بعض الأحيان أتدخل بالمكملات الغذائية لتهيج الطيور من أجل عملية التزاوج، ولكن هذه الطيور لها شروط. مو كل الطيور انا بتدخل فيها مكملات غذائيه. على سبيل المثال حكينا بدروسها السابقه، مثل عندنا هلا جوزون اغات موزايك، انا ما اعطيته لا اي 3 ولا اي دي 3. زنجبيل وليمون وعسل والبروكلي بالبيض المسلوق والجزر للانثى كافي من اجل عمليه الانتاج. اما لما حكينا وقلت لكم لما يكون عندي طير شكل طير ضخم، طير يحتاج الى نسب عاليه من المواد المحفزه من اجل عمليه التزاوج مساعده للطبيعه، تمام؟ ولكن تطلع لي بمنشور تقديم السمك للطيور، هذا شيء بسيط. تألق، قلت لك سوف نتألق أنا وأنت في هذه الحلقة يا عزيزي، سوف نتألق كثيرا في هذه الحلقة. تقديم جوز الهند للطيور، لك عاطي شامبو جوز الهند، هذا لغسيل الشعر، لغسيل الشعر، طلع شعر مكنفش، لغسيل الشعر، شامبو هذا. جوز الهند يقدم للطيور وله فوائد عديدة وعظيمة للطيور، ولكن ليس بشامبو للطيور، البديل للطيور، وسوف نتألق. ماء البسامير، عب استنقر مو هيك؟ ماء البسامير، الماء المحمى أو الماء المطفى بالبسامير فائدة للإنسان، وهو عن طريق تحمية بسامير وغرزها بالماء حتى تبرد، او الماء المطفى نحن بنقله وبنخدمه، بس مو للطيور. قتلت 30 40 طير، مو للطيور. اخي العزيز، اخي المتابع، الشغله اللي تسمعها لا تقوم بعمليه تطبيقها بشكل، رجع لانسان فهمان. عم شوف يعني منشورات كثير تشخيص الامراض، واحد بيحكي لي عن علاج الميجا بكتيريا والطير معه عصر هضم. علاج الميجا بكتيريا شيء وعلاج عصر الهضم شيء، ووضحت لكم اياه في حلقه وفرقت لكم بين عصر الهضم وبين الميجا بكتيريا. مو كل من قال انا معلم صار معلم، مو كل من قال انا بداوي صار مداوي. عم نتعلم لحد الان والحمد لله رب العالمين، ما بقول انا التوب وانا النمبر 1، لا، انا عم بتعلم كمان. انا في شغلات لحد الان بتغفل عني وبتستقطبها من الناس، وبسال عني الناس لحتى استفيد واتعلم بشكل جيد. لموضوع حلقتنا اليوم، مثل ما حكينا عن موضوع تجهيز الطيور، بس استعجلت بتجهيز طيورك بشكل كامل. حطيت الطيور هون، حطيت الانثى هون، قطعت بيناتهم، ذكر ما شاف الانثى، بلشت بضخ المكملات الغذائيه للطائر اي دي 3، هيسر اليوم، ايسر اليوم، بيض مسلوق، جزر، بطاطا، باذنجان، سمك، ماء مطفى، ما شاء الله تبارك الرحمن، جهز عند الذكر. الذكر صار قنبل تغريد، والأنثى
بمكون واحد اسبوع سوف تجهز مع الانثى. الانثى تحتاج شهر كامل او 20 يوم بالتحديد، من 20 الى شهر انا ادعمها بشكل صحيح لحتى يصير عندي انثى اسمها جاهزه. اما خلال اسبوع اجي جهز لك اياها بتقديم مكملات غذائي، فانا عم بقبض ضي على مستقبل انثى الانتاجه. الطريقه الصحيحه في التعامل قبل بدء موسم الانتاج بشهر ابدا بتقديم المكملات الغذائيه للطيور اذا كانت تحتاج. ما في داعي انا اروح اشتري فري فيد او فيبري فيد او الاوميجا فيد او اشتري السيريليوم او الهيسيريليوم او هذه المكملات الغذائيه وبلش الحشى في جسم الطير بمبالغ ضخمه من اجل تجهيز طائر لا يحتاج. يعني طائر بلدي، طائر حجم صغير، طائر اللهم صل على سيدنا محمد من طيور اللون، طائر من طيور الصوت، هذه الطيور لا تحتاج هذه المكملات الا للضروره. يعني الانثى ما بنت العش، الانثى عذبتنا في عمليه بناء العش، الانثى رفضت تعطي تكبيس للذكر مع انه بطنه ما انا مليان، لانه ما بصير دخل ذكر على انثى ما جاهزه. افصل بيناتهم ترى يا حبيبي المتابع، اذا فصلنا بين الذكر والانثى، اذا فصلت بين الذكر والانثى والذكر وصل الى قمه الجهوزيه، وصل الى قمه الجهوزية والانثى لم تجهز بعد، تمام، وادخلت الذكر على الانثى قبل بدء جهوزيتها، عندك احتمالين، عندك غيار ريش للذكر، هذا نحن ما بدنا نوقع فيه، عندنا غيار ريش للذكر. انا هيك ذكر عندي معي بغرد، انا ما بدي صوت، انا بدي اشوف انتاج. عندي ذكر معي بغرد عم بيجهز، مزبل موجود، الانثى عم نجهزها، تمام؟ عم بعطيها مواد، طبيعيه حكينا عنها في القناه، وعم بقوم على عمليه تجهيزها. لما بشوف بطن الانثى بدا بالميول الى الجهوزيه، يعني من خلال فحصي للبطن، شفت البطن صار مستوي مع فتوح للمزبل عظمه الحوض، وعطيتها العش وشال الحيطان، ابدا بالتشويق. اضع القاطع بين الذكور والاناث، وبهالطريقه هاي الذكر خلال اسبوع بيجهز. لما بكون انا مقدم له ومعتمد على الامور اللي حكينا عنها في القناه، اسبوع بيجهز معك. ليش؟ لانه هو بالاساس جاهز، بس انا ما عم بسمع صوته. لما بصير عمليه تشويق بحمل الذكر، نحن ما عندنا عمليه تجهيز هون صفه، عندنا عمليه تحميل للذكر، وبهالطريقه هاي الذكر رح يصير معي جاهز 100%. والانثى جاهزه 100%، فتكبيسي واحده كافيه لتخصيب البيض او لجميع البيض، ولكن لا نقوم على هذا الامر الا للضروره. مره ثانيه، كل قاعده لها شواذ، ونحن بنبتعد عن الشواذ، بنضل على القاعده الرئيسيه، جوز كناري من اول بيضه لاخر بيضه يبقى الفحل معها، واذا قام الذكر بالمشاغبه ضرب الانثى تكسير سحب خيطان من العش اقوم بعمليه الفصل، اما ان لم يقم بهذا الامر يبقى ذكر مع الانثى، الا في حال نقوم بعمليه تزويج لانثى اخرى، وبهالطريقه هاي قوم بعمليه فصله. بتمنى هالحلقه هاي وصلتكم الرساله، والرساله بتمنى الكل يستفيد منها. اي سؤال او اي استفسار اكتب لي بالتعليقات تحت، والى هذا القدر اكتفي معكم بهذا الفيديو، اتمنى ان يكون نال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.